يا دكتور علي، كانت بتسأل عن سورة الملك، بتقول أفضل وقت نقرأها فيه، وتحديدا كمان إمتى نقول أذكار المساء. أذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر، نعم. يعني بعد ما يدخل وقت العصر خلاص احنا دخلنا في المساء، فإذا قرأنا أذكار المساء من بعد العصر ما في مانع. طيب، ممكن نقرأ سورة الملك بعد صلاة العصر أو بعد أذكار المساء، ولا نؤجلها إلى الليل قبل أن ننام؟ كلاهما صحيح، ما في مانع. حيث تجد نفسك عندك الهمة والنشاط للأذكار والتلاوة اعمل، ما في مانع. طيب، قرأناها بعد ما قرأنا أذكار المساء بعد العصر، لكن كان عندنا همة ونشاط نقرأها كمان مرة قبل ما ننام، ما في مانع، في كل خير. طيب، بنلاقي نفسنا عند النوم ما عندناش طاقة إن احنا نعمل حاجة، خلاص احنا أصبحنا مجهدين جدا وراجعين من العمل في أشد حالات التعب، ما بنقدرش حتى نقرأ حاجة قبل ما ننام، يعني خلاص احنا كل الطاقة استنفذت، خلاص ما فيش مانع إذا قرأناها بعد صلاة العصر وما عندناش طاقة إن احنا نقرأها مرة تانية، خلاص احنا قرأناها. ولكن الأفضل إيه؟ إن احنا نقرأ عند وجود الهمة والنشاط للقراءة، وهذه كانت سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.